يا أهلين وسهلين، شوفوا أنا وين. أنا الحين بالجامعة وتوي خلصت كلاسي وعندي اختبار إن شاء الله على الساعة 3، والحين تقريبا أعتقد إذا ما خاب ظني الساعة 12. فجبت لي غدا، تغدى بعدين نروح نذاكر. شوفوا كمان جبت لي قهوة بعد الغدا بإذن الله عشان نروق ونذاكر. لا حد يسألني ليش قاعد تتغدي برا في الحر، حرفين جوا الجامعة أتجمد من البرد، مرة مرة برد جوا، عشان كذا قررت أتغدى هنا. وكمان ترى يعني فيها وخفيف. ما سمح لي ادخل بالقهوه المكتبه، فمضطره يا اشرب الحين كله، يعني خلاص فبحاول اشرب قد ما اقدر. لا ادخل عاد. توي خلصت اختباري، جنن مرة يجنن. الحمد لله. شوف الجامعة فاضية، يا أهلين يا حلوين. زي ما انتم شايفين خرجنا اليوم أنا وأهلي نتمشى، يوم عائلي. كشكر شو. جينا هنا تشاينيز ريستورانت، The next day. يا جماعة تونا تقابلنا ترى. جايين السينما أنا وأفنان. شو اسم حقنا الموفي؟ سمايل. والله سمايل. سمايل. نخرج إن شاء الله نعطيهم السمايل. لا نعطيهم التقييم إن شاء الله إن شاء الله. لازم أقول لكم صراحة أم سوري فوكس، يعني مرة السيرفس تحت سيئة. تخيلوا لنا تقريبا 20 دقيقة ننتظر طلبنا، اللي قدامنا ما تحركوا حتى. طلعت الحين فوق، طلعت فوق الحمد لله، بس الموضوع أخذ مني دقيقتين. لازم تحت شوفوا لهم أي شيء يحل مشكلتهم. صراحة كان حلو، بس انه تحس انه يلعب بالاعصاب يعني. صح، انا اشوفه حلو بس عنده في شيء غريب كثير. هو مو رعب على قد ما انه كذا شيء غريب، شيء ما تتوقع، يعني شيء ما تيجي في بالك انه حيصير. تقييم الرعب مو الفيلم، تقييم الرعب من 10 5، ما في رعب ترى. اي مو كثير صح؟ لا لا ابدا مو رعب، هو فيلم تحسينه يطرح لك مرض نفسي. اي صح، شيء ناس يحسون فيه من جد يمكن. طيب وتقييمك للفيلم كامل؟ لأنه ضحكني ولأن صارت أشياء صراحة 7 كذا 8. كم؟ أنت إيش تحسي؟ أنا أحس 7 7 من 10. أنا تقييمي للرعب 4 زي كذا 4 من 10. للفيلم 7، عندي 7 أكثر أحس أوفر وأقل حرام يعني. في أشياء حلوة.
في أشياء حلوة ضحكنا. يس بس يا جماعة الفغارة تخيل نسيت شنطتي جوا هذا جوا قاعة السينما. رحت الحمام بعدين قلت أفلان نسيت شنطتي رحت جري ما لقيتها تخيل بعدين رحت للكاونتر هناك حطوها أخي ربي فغارة فغارة مرة أحب كذا استراديو فايروس أحس فيه أشياء حلوة مرة يجنن إيش نسوي أشياء في يدنا مرة سو كيوت شوفي إيش شكلي لك جودة هذا مو حلو أهم شيء ترى فينا عندها الجودة أهم من كل شيء إيه. لا صدق صدق إيش ذا لعبة مرة مفيزة مرة يلا دخلين زارة نقيم ملابس وش رايك يلا يلا نقيم الملابس يا أخي الريش ماني راضي أتقبل أجيبها حلو لون البني صح بس هذا ترى مو بني بني حسه على أحمر ولا ما أحب اللون ترى حقيقي ترى ما أحب اللون صدقي هذا الكعب للحين ما خلصت موسته مستحيل تخلص ترى فنان اللي كذا مربع قدام ما ادري تشوفيه حلو يعني خسر خلاص الله هذا مره يجنن امانه شوفي ذا ترى مره ستايلك احس اي بس لما تلمسينه شوفي ملمس غريب صح تلمسينه ترى من جو من جو مو جو من جوا كويس ملمسه يعني ساده بس من برا كذا بس حس احس بناء على طلب افنان صور هذا المكان يلا قولينا نوع طبيعي كأنه عفوي طبيعي الله مرة هذا مريح لا والله مريح نفسي اوه خفنا والله في ريحة حلوة يا جماعة عادري ما توصل لكم بس مرة حلوة مرة كذا ريحة عطرية ريحة بيت لما تدخلون بيت كذا صح صح ريحة صارت البيت يو ما انا شوف في معين مرة جو اختي هنا مريم مرة جوها الله شوفي هذه الاشياء حلوه ترى مره حلوه شوفوا تخيلي تشرب علي على حرفك ولا على حرف احد احس لا. مره ما احب ذي الاشياء المهم مستحيل مستحيل اشرب شيء بحرفي ولا بحرف حتى لو كان حرفي انا توتر لا لا بالذات اذا حرفي يعني لو احد ثاني احس أهول لو حرف الأي قصتها حرف مرة عادي إي إي بس حرف الباء مين يشرب؟ أتوقع هذا مغربي صح؟ ولا هذا إيش؟ هذا فنجان يعني؟ هذا مسافة تفشل قريبهم قريبهم تخيل قلت الحين بأخاف وبينكب البوب كورن اللي جنبي وصارت من جد بيصير ما أدري أخبارك مغربي شكلها شبه النار صدق يلا يلا هذا بداية تعرفنا صح؟ ايوه اول مره طلعنا مع بعض تدري اذا عندي لقطه بحط لكم اياها ايه تدرون ان هذا اول مره طلعنا مع بعض اول طلعه في حياتنا صح هذا قلت لسلوش خلينا نشتري هذا وشي مشترك بيننا يا ابو يلا غير بكون في لقطه قديمه واقدر احطها احس انا عندي اذا في عندي بوري مع اثنان ما نفكر المهم حاليا في الطريق للبيت كذا يكون خلص يومنا ولله الحمد 2000 years later. أهلين خارج الحوش يقولوا أهلي فيها وخفيف فجاي أشوف شوفوا هذه زرعات ماما تصدقوا في هوا كيوت إيش كمان باقي شوفوا هذه ماما تقول كانت مرة صغيرة وكبرت حبة حبة كان ما فيها ورق ماما مرة تحب هذه الأشياء تحب الزرع هذه مرة أنا أحبها تعجبني المهم طالبة هذا آيس لاتيه بامكن سبايس صراحة الجو مرة حلو الحمد لله شوفوا كيف الصفحات تتحرك
هنا خلاص وصلنا نهاية بلوجنا، فأخيرا لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير، وأشوفكم بالفلوج الجاي إن شاء الله. سلام.